حقيقة أكثر من سؤال ورد في هذا المعنى، يقول: هل صحيح أن الشيخ الألباني والشيخ ربيع مرجئة وأدخلوا الأمة في الإرجاء، أو أنهم وافقوا المرجئة؟ الشيخ ربيع والشيخ الألباني ليسوا مرجئة ولا وافقوا المرجئة، وما هذه إلا فدية عليهم، ويسأل الله من افترى عليهم هذا الافتراء. أهل سنة الشيخ الألباني والشيخ ربيع أصحاب سنة، نافحوا عن السنة وعملوا بالسنة، من مات منهم ما مات إلا وقد ملأ الرفوف بتمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. انظروا إلى كتب الألباني ما تجدوا، سبحان الله العظيم، الله أكبر، ما عرفنا أحدا عمل مثل ما عمل، والآن يقال بأنه مرجئ. ألا يستحي؟ ألا يستحي هذا الذي يقول؟ ألا يستدل الله هذا الذي يقول؟ وهو سيعود إلى كتبه وإلى تصحيحه وتضعيفه، ربما أنه يرجع إلى كتبه وإلى تصحيحه وتضعيفه، ومع ذلك يقول أن الألباني مرجئ. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه فرية عظيمة. وكذلك الشيخ ربيع هو من أهل السنة الذين أفنوا أعمارهم بالذب عن السنة وفي نشر السنة وبالذب عنها، ذب عنها المبتدعة، وبين بدعه، والذي يجب علينا أن نشكره وأن ندعو له بالتوفيق والثبات. ولا يجوز لأحد أن يرفق به التهم بغير حق، هذا والله حرام، والله حرام. هذه يعني فئة نسأل الله العفو والعافية من طريقتها، فئة يقابل الحدادية وغيرهم ممن لهم يعني غل وحقد على الشيخ ربيع، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالذي أنصح به أن لا يسمع كلام هؤلاء، ومن سمعتموه يقول هذا القول فاعلموا أنه على شفا هلكة، وانصحوه لعل الله أن يهديه للرجوع، وبالله التوفيق. نعم.